من ذا الذي أعنيه يا أهل الوفا؟ هو خير من خلق الإله وشرفا، هو من إذا هاج الفؤاد بذكره فاضت عيون العاشقين لتذرفا، وهو الذي إن مس غصنا يابسا ألقى الظلال على طبيب قد شفا، ما قال لا أبدا لسائل حاجة أو قال كلا في عطاء أو نفى. إن البخيل كما يقول نبينا من لم يصل على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. الحضور الكرام، الجمع الكريم، أصحاب الوجوه الناضرة الذكية والقلوب الصافية النقية، مرحبا بكم في احتفال واحتفاء ذكرى مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. جئنا وإياكم تلبية لدعوة كريمة من أولاد صقر الأفاضل، أولاد الحاج أبو الفضل صقر، وعنهم الأستاذ عاطف أبو الفضل صقر، لنحيي هذا الحفل الكريم مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على روح أخيه الفاضل المرحوم بإذن الله تعالى محمود أبو الفضل صقر رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، ذهب عن أعيننا ولم يذهب من قلوبنا، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. واستضافت العائلة الكريمة كوكبة من أعلام دولة التلاوة وقراء الإذاعة ومبتهليها لتحيي هذا الحفل الكريم، حفلا يليق بالمرحوم رحمه الله عز وجل. معنا قارئا في هذه الأمسية فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ومعنا مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. نستهل هذا الحفل الكريم بتلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها علينا قارئ حفظ القرآن وهو في عامه 12 من عمره. ندعو الشيخ حجاج الهنداوي إلى الصعود إلى منصة التلاوة. نستهل هذا الحفل الكريم بتلاوة قرآنية لما تيسر من آيات الذكر الحكيم، فليتفضل فضيلته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. قل لو البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا قل
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله وإن
بدأوا بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهروا بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو وهل أتاك موسى إذ رأى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع
ماذا نعود؟ وأنا اخترت فاستمع وأنا اخترت وأنا دعوتك فاستمع لما يوحى إنني أنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة إنك بالوادي المقدس طوى وأنا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما فلما تودي يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى وأنك فاستمر
وأن اخترناك فاستمع فاستمع لما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فتردي وما تلك بيمينك يا قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي
قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها وما تلك بيمينك يا موسى قرأ الأول في مصر جمل حجاج وفيه تبجيلا كاد الهنداوي أن يكون لقلوبنا دواء ودليلا قال هي عصا فألقاها فإذا هي حية تسعى قال ألقها يا موسى من آية أخرى لنريك من آية
اذهب إلى فرعون إنه طغى ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو لك أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم
فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو على وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اتمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا وقتلت نفسا فنجينا وقتلت نفسا فنجينا كم من الغم وقتلت نفسا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتنا فلبثت سنين فيها لمن يمس تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من
وقتلت نفسا فنجيناك وقتلت نفسا فنجيناك وقتلت نفسا فنجيناك وقتلت نفسا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه فقولا له قولا لينا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا Whoa!
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل قد جئناك بآية من ربك فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي قارئ مسجد المشير طنطاوي
قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وقارئ رئاسة جمهورية مصر العربية في هذه الليلة المحمدية والتي جعلناها ذكرى مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم على روح المرحوم محمود أبو الفضل صقر رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. الله أسأل أن يجعل هذه الليلة في ميزان حسناته. وننتقل من واحة القرآن الكريم إلى ساحة العلم والعلماء. العلم مبلغ قوم ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوظ من